متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنان محمد بن شنات ومن ديار الغربة يؤكد خبر انفصاله من زوجته سيليا. محمد في خاصية سؤال وجواب عبر صفحته الرسمية أجاب على أسئلة أكثر تداولا، مفاجئا جمهوره عن إمكانية زواجه مستقبلا. سيليا بعد تصريحات محمد بن شنات ردت عبر صفحتها في خاصية سؤال وجواب عن إمكانية زواجها، فكان جوابها لهذا المنشور. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.